مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، استاد جديد، استادكو استاد الاهلي. الخبر الابرز على الساحه النهارده هو استقبال النجم العالمي ليونيل ميسي. طبعا ميسي قيمه كبيره يا جماعه، بنستقبله دلوقتي، هو دلوقتي طبعا في على سفح الاهرامات، حاجه يعني لازم يستقبل استقبال تاريخي، وانا معاهم في اي حاجه يعملوها. ميسي خير سفير لمصر في كل الدول الاوروبيه، يعني طبعا نجم كبير بحجم ميسي لما نستقبله استقبال يليق باسمه، يليق بتاريخه، يليق بنجوميته، يليق بعالميته كمان. يعني مهما اقول طبعا نجم كبير لازم يستقبل يعني على اتم الاستقبال، كل حاجه لازم تبقى جميله، يشوفها جميله طبعا، لان هو سفير لينا وخير سفير طبعا. لما يخرج يتكلم في اسبانيا، يتكلم في الارجنتين، هيقول شفت في مصر وقابلت في مصر وعملت في مصر. لازم تكون كل حاجه يعني على دقه كامله، او على يعني على يعني كل حاجه تبقى فوق الممتاز كمان. نجم كبير طبعا، لما نشوف ميسي، نشوف كريستيانو، نشوف النجوم الكبار دول، عارفين طبعا ان النجوم الكوره هي اللي على الساحه وهي اللي عليها السبوت. فلما نجم كبير بحجم ميسي يجي مصر او يجي القاهره، لازم يكون بقيمه ميسي، الاستقبال لازم يكون بقيمه ميسي. اعتقد كمان ان احنا كان لازم نستقبله يعني اكتر من كده كمان، كان لازم يكون في استعداد قبل كده بكتير كمان. طبعا احنا كنا عارفين ان هو يجي قبل النهارده، لكن طبعا هزيمه برشلونه امام باريس سان جيرمان، طبعا احترم طبعا هو جماهير برشلونه وما جاش واخر الزياره شويه، لكن هو دلوقتي موجود بالفعل. ميسي طبعا اتصور مع الناس، وطبعا يعني هقول لكم على حاجه، يعني هنبعد شويه بس في قلب الموضوع. ميسي كان قبل كده انتقد انتقادات كثيره جدا، وده حال الاعلام في مصر. قبل كده قالوا ده ميسي مش عارف ايه، وميسي بيعمل ايه، وميسي الجزمه بتاعته، والاعلاميين طلعوا قالوا ازاي، وميسي النهارده بقى احسن واحد في الدنيا، وميسي النهارده شخص جميل. قلت لكم لازم نهدى شويه على الامور، ولازم تتعاملوا بعقول يعني متمدنه شويه، انا اسف في اللفظ، لكن لازم نرتقي بتفكيرنا شويه، ولازم نحكم على الامور لما نشوفها بعينينا. كل النجوم بيتعاملوا حسب الموقف اللي هم فيه، ما ينفعش ميسي قدم جزمته ان ننتقده، والجزمه عند لعيب الكوره قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، هي كل حاجه جزمته. ولما تكون كمان جزمه النجم الكبير ليونيل ميسي، النهارده الناس طبعا غيرت كلامها جدا وقالوا ده شخص جميل وشخص محبوب وي وي وي. اتمنى ان احنا لازم يعني نهدى شويه في تقييمنا للناس، وخصوصا لما يكونوا نجوم كبار جدا. المهم لازم نستثمر وجود ميسي، ونعبر عن للعالم كله ان مصر بلد الامن والامان، مصر كبيره، مصر عظيمه. ان شاء الله يكون خير تمثيل النهارده قدام ميسي وقدام المصريين في العالم كله. طبعا الصور قدامكم، طبعا ميسي طبعا يعني استقبال حافل طبعا، وكان نفسنا يبقى استقبال اكبر من كده كمان للنجوم الكبار اللي بتيجي مصر، لان زي ما قلت لكم في الاول وفي الاخر انهم سفراء لينا في الخارج، وكلمتهم مسموعه قوي. النجم ميسي لما يتكلم يقول انا في مصر وقابلت وشفت وعملت، كل العالم هيسمعه وكل العالم هيصدقه، مع احترامي لكل الاخرين. طيب هنطلع فاصل عشان نستقبل نجمان كبيران في مجال التدريب، بس تدريب الحراس، الكابتن ابراهيم عبد العزيز مدرب حراس منتخب مصر 99، والكابتن خالد مصطفى مدرب منتخب المحليين الحراس. فاصل ونتعلم.